لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه الجملة دي؟ ثورة محطة هتيجي بولاعة من على ظهر تذكرتك وراها وهتفسخ بيض بلوبيف. دي جملة معقدة جدا. جلال. ايه يا بابا؟ ايه يا بابا مالك؟ بس صحيت لقيت ايه؟ ايه هي جات لك؟ انت موعد يلا؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ في ايه يا حاج؟ بص مكتوب ايه؟ ما تحاولش، محدش هيشوفها غيرك. طب ده معناه يا ابني؟ معناه ان انا وانت قدرنا بقى واحد يا حاج. يا اسود ولازم نواجه ونحله مع بعض. بالراحة كده قول لي مكتوب لك ايه بسرعة. ايه؟ مكتوب الثعلب البكار. خد ورك الفرخة وطار. جمعة اجازة. نهار اسود، دي اصعب من اللي عندي بكتير. قال جمعة اجازة؟ معناها ممكن يبقى ايه طيب؟ اصعب ايه يا ابن الهبلة؟ انت صدقت؟ بتشتغل ابنك يا حاج؟ انا ما كنتش اشتغل مين؟ ما انا ما اشتغلتش. يا نبي، اصل يا ناس متجوزة عسلية. يلا تعالي فكني قطنية. اما انا عيب اغلط فيك يعني؟ عيب اغلط في ابويا؟